مرحبا بكم متابعي قناة سؤال. هم رجال ثلاثة ذكروا في القرآن الكريم، أحاط بهم الغموض حول شخصياتهم، فلم يعلم التاريخ عنهم كثيرا. فأحدهم كان أغنى أهل الأرض في زمانه، وآخر كان دجالا وساحرا يلعب بعقول الناس، وثالث حار في أمره الكثير من العلماء، وكان من العلماء والعباد الصالحين. فمن هم هؤلاء الرجال الغامضين الثلاثة؟ وما قصتهم مع نبي الله موسى عليه السلام؟ وماذا حدث في قصة كل منهم؟ هذا ما ستعرضه عليكم قناة سؤال اليوم، من قصص الغامضين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم. ولكن قبل أن نبدأ في فيديو اليوم، لا تنسى الاشتراك في قناة سؤال والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. هيا لنبدأ. حتى نعرف قصة كل واحد من هؤلاء الغامضين، علينا أن نقص قصة كل واحد منهم من البداية وبالتفصيل، ونبدأ مع الغامض الأول. هو السامري، والمعروف بصاحب العجل دجال بني إسرائيل. كيف بدأت قصة السامري؟ تبدأ قصة السامري عندما كان يسير موسى عليه السلام ببني إسرائيل خارجا من مصر هروبا من بطش فرعون، وكان معه السامري، وكان قد تظاهر بالإيمان ليخرج مع موسى عليه السلام من مصر هروبا من فرعون وبطشه. وظل فرعون يتبعهم وجنوده حتى وصلوا إلى البحر، وهناك حاصر فرعون نبي الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل، فأمر الله نبيه موسى أن يرمي عصاه في البحر، فانقسم البحر إلى جبلين عظيمين بينهما طريق سار عليه موسى وبني إسرائيل. لكن فرعون شعر أن ما يحدث أمر عجيب، ووقف بفرسه حتى لا يغرق في البحر. لكن الله أمر جبريل عليه السلام أن ينزل راكبا فرسه، فلما رأى حصان فرعون فرس سيدنا جبريل اندفع يجري خلفه في عرض البحر، وراح جيش فرعون وراء فرعون فأغرقهم الله عز وجل جميعا. وعندها رأى السامري جبريل عليه السلام وهو يسير بحصانه، ولاحظ أن كل مكان يطأه فرس جبريل عليه السلام تدب فيه الحياة، فأخذ قبضة من آثار فرس جبريل. قال في نفسه: ماذا يحدث؟ ماذا يحدث إن أخذت من هذا التراب وألقيتهم على صنم أو أي شيء آخر؟ وألقي في نفسه أنه إذا ألقاها في شيء وقال له كن فيكون. وتابع سيره مع بني إسرائيل حتى وصلوا إلى الجانب الآخر من البحر، فساروا في الأرض مع نبيهم يبحثون عن مأوى لهم، حتى وصلوا إلى قرية كان فيها قوم قد صنعوا أصناما واعتبروها آلهة لهم، وكانوا يعبدونها ويؤمنون أنها ترزقهم وتحميهم. فقالوا لموسى عليه السلام: يا موسى، اجعل لنا إلها نعبده كما يعبد هؤلاء القوم آلهتهم، ويا حبذا لو كان عجلا. والسؤال هنا: فلماذا العجل بالذات؟ فهذا ما سنتناوله في قصة العجل في هذا الفيديو، فتابعوا معنا. صدم سيدنا موسى عليه السلام واندهش من طلبهم الغريب، فهل يعقل أن يشركوا بالله تعالى بعد كل المعجزات التي رأوها أمامهم؟ وقد علم الله ما في قلب بني إسرائيل من شرك، وقد بيّن الله سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ولكن فكرة العجل وقعت في نفس السامري وبدأ يخطط لها، وكان موسى عليه السلام قد وعد المؤمنين من قومه أن يأتي بكتاب من الله تعالى يبين لهم فيه شرع الله وأوامره والمحللات والمحرمات عليهم. وعندما نجوا من فرعون طلبوا منه أن يحضر الكتاب الذي وعدهم به، فسأل موسى عليه السلام ربه عز وجل أن ينزل عليه أوامره، وذلك ليجمعها في صحف وتصبح كتاب الله تعالى. فأمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يصوم 30 يوما وتنزل عليه الصحف بعدها. ولما اقترب موسى عليه السلام من جبل الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله تعالى، وقيل:
لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء بالوعد اشتاق إلى ربه، وطالت عليه المسافة من شدة الشوق إلى الله تعالى، فضاق بموسى الأمر، ثم لم يصبر حتى خلفهم ومضى وحده إلى لقاء ربه عز وجل. واستخلف عليهم أخاه هارون، وكان قد واعدهم سيدنا موسى أن يغيب عنهم 30 يوما ويأتي بالألواح، وعندما أتمها بعشر وتأخر على بني إسرائيل، انتهز السامري فرصة تأخر موسى عليه السلام على بني إسرائيل، فقال لهم السامري: إنما أخلف موسى ميعادكم لما معكم من الحلي المسروقة من المصريين، فهي حرام عليكم. فقالوا: وماذا نفعل به؟ قال لهم السامري: أين الذهب كي أخلصكم منه؟ فقاموا بجمع الذهب وألقوه في النار، وكان السامري نحاتا لا يوجد مثله في البلاد، فأخذ السامري يصنع من الذهب عجلا جسدا له خوار، وأخذ قبضة التراب التي احتفظ بها من آثار فرس جبريل عليه السلام وألقاها داخل العجل، ويقال إنه أصبح عجلا بجسد لحم ودم. وقد بيّن الله لنا هذا في كتابه الكريم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وقيل إن السامري سأل هارون عليه السلام أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته، فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له، فقال السامري عند ذلك: أسأل الله أن يكون عجلا، وقال: اللهم إني أسألك أن يخور فخار. فكان إذا خار سجدوا له، وإذا خار رفعوا رؤوسهم. فقال السامري لقوم إسرائيل: هل تعلمون ما هذا؟ فأجابوه: لا. قال: هذا إلهكم وإله موسى. فقالوا: ذهب موسى ليكلم ربه فنسي أن الإله موجود هنا، وخرج للقائه على الجبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فنسي، أي نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم، واتخذوه إلها لهم فيرقصون حوله ويفرحون به ويقولون: لقد نسي موسى ربه، أي العجل، عندنا، وذهب يسأله وهو هاهنا. وعكفوا عليه وأحبوه حبا شديدا. فتعالى الله سبحانه جل في علاه عما يقولون علوا كبيرا، وتقدست أسماؤه وصفاته. وكان السامري هنا المترجم لكلام العجل، يقول لهم: اسجدوا، ارقصوا، اركعوا، ويقول: أنا رسول ربك وابن الإله. وهذا ما يدعيه المسيح الدجال، أنه ابن الله أو أنه الإله نفسه. فلما رأى هارون عليه السلام هذا من قوم بني إسرائيل، أخذ ينهاهم عن هذا، ويأمرهم بالرجوع إلى الله تعالى، وقال لهم: يا قوم اتقوا الله، ماذا تفعلون؟ إن ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري. فهددوه وكادوا أن يقتلوه، وقالوا: اذهب، فإنا لن نبرح عليه عاكفين حتى نسمع كلام موسى فيه. ولما أصر هارون عليه السلام كادوا أن يقتلوه، لأنه يريد أن يحرمهم من إلههم، فاعتزلهم هارون عليه السلام هو ومن اهتدى معه، وانتظروا رجوع موسى عليه السلام. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا نهي هارون لهم في كتابه الكريم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وفي المكان الآخر، وبالتحديد في الطور، كان هناك موسى ينتظر الألواح ليرجع إلى قومه بها. فلما وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ يعني ما الذي أتى بك وحدك، وما الذي جعلك تترك قومك خلفك يا موسى؟ فبقي عليه الصلاة والسلام متحيرا عن الجواب، وكن عنه بقوله: هم أولاء على أثري،
أي إنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم. وقيل لا، بل كان أمر هارون بأن يتبع أثره مع بني إسرائيل ويلتحقوا به إلى الطور. وأما أنا فعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك شوقا، لم أستطع أن أصبر على ميقاتك أكثر من هذا. وقد بيّن الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فقال له الله عز وجل: يا موسى، قد فتنا قومك من بعدك، أي اختبرناهم وامتحناهم. والفتنة هنا تعني الاختبار ليخرج منهم المؤمن من الكافر، وأضلهم السامري أي دعاهم إلى الضلالة أو هو سببها. وقد بيّن الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وعاد موسى عليه السلام إلى قومه وهو غضبان أسفا بعد أن تلقى الألواح من ربه عز وجل. فعلم موسى هنا أن الله اختبر أو امتحن قومه، لكنهم سقطوا ورسبوا في الامتحان بفعل من السامري. ولكن موسى عليه السلام يتساءل: ماذا يفعل هارون هناك مع القوم؟ وماذا حدث؟ كيف يقع في هذا ولم ينههم عنه؟ أو جاء ليعلمني؟ وماذا فعل السامري حتى يضلهم؟ أخذ موسى عليه السلام يفكر حتى وصل إلى بني إسرائيل، وشاهد تلك الحادثة التي جعلته يلقي الألواح ويستشيط غضبا من أفعال بني إسرائيل. فعندما أخبر الله عز وجل موسى عليه السلام أن قومه فتنوا، لم يتصور الأمر هكذا، فهو يعلم لكن لم يعاين. لذا يقول العلماء إن مصيبة من عاين الأمر أكبر من سمع بها، فتملكه غضب شديد وثار ثورة عارمة، وألقى الألواح من يده على الأرض في غضب فانكسرت في مشهد عظيم لم يشهد مثله من قبل. غضب موسى غضبا عارما وقال لهم: من يريد أن يتوب الله عليه فليقتل نفسه الآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى عليه السلام بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وهذا دليل على صدمة سيدنا موسى عليه السلام بما رأى من قومه بعد كل المعجزات التي رأوها معه، وبعدما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنوده. فأقبل موسى عليه السلام على قومه غضبان أسفا، فقال الله كما بيّن لنا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فقالوا: لم نخلف موعدك بملكنا، فقد أوتينا أوزارا من القوم، فأخذها السامري فجعل لنا العجل وكذلك ألقى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فذهب موسى وهو غضبان إلى أخيه هارون عليه السلام، وأمسك بلحيته ورأسه بعنف وشدة، وأخذ يعاتب سيدنا هارون لأنه لم يرجع القوم عما كانوا يعبدون. فقال موسى عليه السلام لهارون عليه السلام: يا هارون، ألم أؤمرك عليهم؟ ألم أقل لك أن تهديهم سبيل الرشد إن ضلوا أو أخطأوا؟ لماذا لم تأتي عاجلا ورائي لتخبرني بما يصنعون؟ وقد بيّن الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ كان هارون عليه السلام حكيما في الكلام. عندما رأى موسى عليه السلام غاضبا هكذا قال هارون ردا على كلام سيدنا موسى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يا ابن أم، يستعطف موسى من ناحية الأم لأنها أقرب إلى العاطفة من الأب، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا تعاملني هكذا. وبدأ يوضح له الأسباب، أن القوم هددوني وكادوا أن يقتلوني، وإني خشيت أن تقول إني قد فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أي خفت يا موسى أن تقول لي لماذا تركتهم وحدهم في تلك المصيبة وأتيت إلي. يا ابن أمي لا تشمت بي الأعداء، فعلت ما علي ولم أقدر على غير ذلك، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا هذا في كتابه الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. تأثر موسى عليه السلام بهذه الكلمات الرقيقة من أخيه هارون عليه السلام، ونزلت عليه بردا وسلاما، فهدأت نفسه ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هدأ موسى بتلك الكلمات، وعلم أن هارون ليس له ذنب في هذا، وقد بيّن الله لنا هذا في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أي فرق يا رب بيني وبين هؤلاء القوم الذين ضلوا وأرادوا أن يضلوا ويعبدون غيرك من أصنام وأوثان. فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ثم أقبل موسى على السامري قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: فما خطبك يا سامري؟ أي ما قصتك؟ أو ما الذي جعلك تصنع هذا؟ والغريب والذي أثار الكثير من التساؤلات وجعل بعض العلماء يقولون إن السامري قد يكون الدجال، هو خطاب سيدنا موسى له. فسيدنا موسى عليه السلام عندما يتعلق الأمر بحدود الله تعالى لا يتهاون في الحديث كما فعل مع السامري، فجعل الكثيرون يتساءلون لماذا خاطب سيدنا موسى عليه السلام السامري هكذا باللين وبالهدوء. فهل علم سيدنا موسى شيئا مخفيا في قصة السامري؟ الله أعلم. نرجع مرة أخرى إلى قصة السامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ يعني ما قصتك وكيف ولماذا فعلت ذلك؟ فبدأ السامري بالشرح لسيدنا موسى عليه السلام فقال: قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت ما لم يروه وعلمت ما لم يعلموه. فقال له سيدنا موسى: وماذا رأيت وكيف علمت؟ قال السامري: رأيت جبريل، أي الرسول، وهو يركب فرسا تدب الحياة في أي مكان يمشي عليه أو يلمسه، ثم قبضت قبضة من أثر الرسول، والقبضة هنا هي ملء الكف.
قال الله تعالى: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فعلم نبي الله موسى عليه السلام أنه ليس أمام رجل عادي، كيف رأى وفكر وفعل كل هذا في وقت قصير؟ ثم أكمل السامري بكل غرور قائلا: فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وقد بين الله سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني هكذا فعلت، وأنا لا أرى أي عيب أو خطأ بما فعلت. رأى سيدنا موسى أن السامري لم يندم على فعلته، ولا يرى أنه فعل شيئا خاطئا، فقال له نبي الله موسى عليه السلام: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وهذا دعاء عليه بأن لا يمسه أحد، معاقبة له على مسه ما لم يكن له مسه، هذا معاقبة له في الدنيا. ثم توعده في الأخرى فقال: وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني يوم القيامة. وهناك من يقول إنه من المنظرين كإبليس، والله أعلم. ثم أكمل سيدنا موسى قائلا: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه بالنار ثم ذراه في البحر. وأما الذين أشركوا بربهم وعبدوا العجل فقد قال الحق كلمته فيهم بأن يقتلوا عقابا لهم على شركهم بالله، وقد بيّن الله عز وجل هذا في كتابه الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فأمر بنو إسرائيل فشربوا من الماء الذي ألقي فيه العجل بعد حرقه، فيقال إنه علق على شفاههم من ذلك الرماد ما يدل عليه، أي على من عبد العجل من القوم، وقيل بل اصفرت ألوانهم، فيقال إنهم أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل السيوف في أيديهم، وألقى الله عليهم ضبابا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه، ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم، فيقال إنهم قتلوا في هذا اليوم 70,000 شخص من بني إسرائيل. ثاني الرجال الغامضين مع سيدنا موسى عليه السلام والمذكورين أيضا بالاسم في القرآن الكريم قارون أغنى أهل زمانه، وهو أحد الرجال المذكورين بالاسم في القرآن الكريم، وقد شغل أمر قارون الكثير من العلماء. فمن هو قارون هذا؟ وما قصته مع نبي الله موسى عليه السلام؟ من هو قارون؟ قارون هو اسم عبري يعني المضيء أو المشرق، وهو اسم شخصية تاريخية ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كما اختلف العلماء في نسب قارون وقبيلته، فمنهم من قال إنه كان من بني لاوي، ومنهم من قال إنه كان من بني رأوبين، ومنهم من قال إنه كان من بني يساخر، وقد ثبت أنه كان ابن عم موسى عليه السلام، كما روى ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قارون كان ابن يصهر ابن قاهث ابن يعقوب، وأن موسى عليه السلام كان ابن عمران ابن قاهث، قيل فكان ابن عم لبعضهما. قال ابن جريج رحمه الله، وهذا قول أكثر أهل العلم، أنه كان ابن عم موسى، وقد ورد قول ابن إسحاق رحمه الله إنه كان عم موسى وليس ابن عمه.
قال قتادة: وكان يسمى قارون المنور، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. المهم أن قارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كان قارون في بداية حياته من أتباع النبي موسى عليه السلام على بعض الروايات والأقوال. قيل وكان شديد العبادة حتى وصل إلى مرحلة من العبادة لم يصل إليها أحد من بني إسرائيل، حتى قيل إنه اعتزل في أحد الجبال يتعبد لله. فيقال إن إبليس حاول أن يفتن قارون بالشياطين لكنهم لم يقدروا عليه. قالوا: وحدث ذلك لما عرف إبليس أن قارون كان من أعبد بني إسرائيل في عهد موسى، فلما علم إبليس عن قارون هذا قرر إضعاف عزيمته، فبعث إبليس إليه سراياه من الشياطين حتى يفتنوا قارون، فلم يفتن ولم يقدر عليه لكثرة عبادته. قيل فتبدأ إبليس شخصيا لقارون في هيئة رجل وقور متعبد زاهد مثله، وكان قارون منعزلا يتعبد وحيدا. تقول بعض الروايات: قال إبليس لقارون: يا عبد الله، أريد أن أصاحبك، يا أعبد بني إسرائيل، أريد أن أتعبد معك. فقال له قارون: من أنت؟ فرد إبليس قائلا: أنا عابد مثلك، أريد أن أتمثل بك وأتعبد مثلك حتى أحظى برضا الله كما تبتغي أنت أيضا رضاه. قيل فرحب به قارون وأجلسه معه، وتركه قارون يتعبد إلى جواره، وقد زاد قارون في صلاته وفي عبادته. وكان إبليس يفعل كما يفعل قارون، يصلي معه ويصوم ويفطر معه، وبقي على هذه الحال. قيل فجعل يتعبد معه ويزيد، وجعل قارون يفطر وهو لا يفطر، وجعل هو يظهر من العبادة ما لا يقوى عليها قارون، حتى غلب قارون بكثرة الصلاة والذكر وتلاوة التوراة. فتواضع قارون إلى إبليس، إلى العابد الذي فاقه تعبدا وصلاة وصوما، فقال له إبليس: يا قارون، أقد رضيت بهذا يا قارون؟ فأنت لا تشهد لبني إسرائيل جنازة ولا جماعة. فقال له قارون: ما ترى؟ قال إبليس: فالرأي أن نشهدها معهم، فهي عبادة كما الصلاة والصوم أيضا. فوافقه قارون. فلما فعل ذلك وعلم بنو إسرائيل بأمر عبادة قارون، بدأوا يحملون إليه الطعام في أيام عبادته. فقال له إبليس: يا قارون، أقد رضينا بهذا؟ يا قارون، صرنا كلا على بني إسرائيل. قال قارون: فأي شيء الرأي؟ قال: نكسب يوما ونتعبد بقية الجمعة. قال: نعم هو لك. ثم قال إبليس له بعد ذلك: أيا قارون، قد رضينا بذا؟ ألا نتصدق ولا ننفع أحدا؟ قال قارون: فأي شيء الرأي؟ قال إبليس: نكسب يوما ونتعبد يوما. فلما فعل ذلك خنس عنه وتركه، وفتحت على قارون الدنيا، نعوذ بالله من الشيطان وشره. فلما وصل قارون إلى هذه الدرجة، تمكن منه الشيطان وتركه وانصرف عنه. وهنا فتحت لقارون الدنيا، فنسي ما كان عليه من الزهد والعبادة والطاعة، وانشغل بالدنيا وجمع المال والثراء والشهوات. ويا ليت قارون قد حمد الله. بعد أن انشغل قارون بالدنيا من بعد الزهد والعبادة، وأصبح مهتما فقط بجمع المال والثراء، وقد غرق في الشهوات والملذات، فقد جمع قارون ثروة لم يجمع أحد مثلها على مر العصور. وقيل كان قارون يملك نصف الذهب، وكان فرعون يملك النصف الآخر، فأصبح الوحيد من بني إسرائيل المقرب لدى فرعون وهامان وحاشيتهما. وهكذا أصبح قارون في مدة قصيرة أغنى رجل في عصره. وهنا بدأ قارون يغتر بماله وسلطانه كثيرا، وأخذ يتباهى بماله على الناس. فأصبح قارون يقول لفرعون ومن معهم في المجالس: إني أحب أن أخرج إلى الناس وقومي في زينتي، فأرى أعينهم تتسع من الدهشة، وأسمع أصواتهم تتعالى من الإعجاب، وأشعر بقلوبهم تتقطع من الحسرة. قال الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قد صنع قارون لنفسه عرشا كبيرا من الذهب، بل حتى إن أبواب قصره كانت من الذهب الخالص، وكان لديه مخازن عظيمة من الذهب، لدرجة إن مفاتيح كنوزه كان يعجز عن حملها العصبة من الرجال الأشداء الأقوياء. والعصبة قيل هم المجموعة دون 40 رجلا، فيقال إن مفاتيح الخزائن كانت توضع في صناديق ويحملها الرجال في مواكب قارون بين الناس للتفاخر والرياء والتعاظم والكبر. فإن كانت هذه حال مفاتيح الكنوز فقط، فما بال الكنوز نفسها؟ قال الله عز وجل: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فعندما كان يمر قارون بالناس يسمع الناس يقولون: آه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من ذهب وغنى إنه لذو حظ عظيم، فيرد عليه آخر: إن لديه ذهبا لا يعد ولا يحصى، ما هذه النعمة والثراء الفاحش؟ فقال لهم الذين آمنوا وعلموا وعملوا الصالحات: ويلكم يا قومنا، اعلموا أن ثواب الله عز وجل خير وأبقى مما عند قارون، إن ذلك خير وأبقى لمن آمن بالله وعمل صالحا للآخرة، إن الذهب يا قومنا زائل وإن الله وما عنده باق. فيقول لهم أصحاب القلوب الضعيفة: ألا ترون هذه مفاتيح خزائن قارون؟ إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة من الرجال. فيقول أحدهم: يا ليتني قارون، يا ليتني فرعون، إن فرعون يملك نصف ذهب الأرض والنصف الآخر يملكه قارون، وأما موسى فلا يملك شيئا من المال مثل قارون وفرعون. ويقول آخر: إن آلهتهم أعطتهم كل شيء حتى نحن أعطتنا لهم، وجاء موسى ليخلصنا من آلهتهم فوقعنا في العبودية أكثر. وبهذه المشاهد أصبح قارون فتنة لبني إسرائيل، وبخاصة ضعاف الإيمان منهم. قال الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وعندما كان قارون يرى الذهب الذي لديه ينظر إليه ويقول: ما أجمل وجهي حين يكسوه الذهب، من أغنى مني في هذا العالم؟ بل من الذي يملك ذهبا بهذه الكمية؟ يا لحظك السعيد يا قارون. فأصبح المال فتنة لقارون، وفتنة لضعاف الإيمان والعلم في قومه. إذن متى وكيف بدأت العداوة بين قارون ونبي الله موسى عليه السلام؟ أما عن سبب عداوة قارون مع سيدنا موسى عليه السلام، يقال إنها كانت بسبب الزكاة التي أنزلها الله عز وجل على بني إسرائيل. فما هي القصة؟ بدأت القصة عندما أنزل الله تعالى حكم الزكاة على بني إسرائيل، فلما أمرهم بها موسى عليه السلام كان قارون أكثر الناس رفضا لها لشدة حبه وخوفه على المال، ولكن خوف قارون من موسى عليه السلام دفعه للذهاب إليه ليسترضيه. فأمره موسى عليه السلام بأنه سيدفع الزكاة دينارا عن كل 1000 دينار وشاة عن كل 1000 شاة، فوافقه قارون ولكن على كراهة منه. فلما عاد قارون إلى بيته وجد أن ذلك كثير، فلم تطاوعه نفسه على إخراج أي شيء من ماله، أو بمعنى أدق من المال الذي آتاه الله عز وجل إياه. فعمد قارون إلى القوم الذين اعتادوا الجلوس معه ومع فرعون، وفي المجلس دار الحديث بينهم. فقال فرعون: أما زال موسى يدعو العبيد إلى الصبر والقوة حتى يأتي يوم الخلاص منا؟ لقد هزمني هو والسحرة أمام الناس. فقال قارون: السحرة نالوا جزاءهم وبقي جزاء موسى.
فقال فرعون: بعزتي لن أدع موسى هكذا، سيأتي يوم وسأجعل جنودي يهلكون العبيد حتى قبل هلاك موسى. قال قارون: ومن هو موسى حتى يقف أمامنا ويقوى ويقوي العبيد علينا؟ إنه عبد فقير ليس له قوة ولا حيلة. فقال له فرعون: لن يهدأ لي بال يا قارون حتى أنتقم من موسى. أتعلم يا قارون، كان يجب علي قتل موسى منذ ولادته. فقال قارون: دع أمر الانتقام لي يا سيد الفرعون. فجاء موسى إلى قارون، فلما دخل عليه عرف قارون ما في وجه موسى له، فقال له: يا موسى ما وراءك؟ قيل ودار بينهما هذا الحديث أن قال له نبي الله موسى عليه السلام: يا قارون، إن الفقراء في مصر كثيرون ويحتاجون المساعدة، ساعدهم ساعدك الله، وحتى يبارك الله لك في مالك. فقال له قارون: ألا يأكلون ويشربون يا موسى؟ ألا ينامون تحت أسقف بيوتهم التي تحميهم من البرد والمطر يا موسى؟ فقال له موسى عليه السلام: إنهم يأكلون الفتات ولا يجدون ما يغطيهم في الشتاء. فقال قارون: فليعملوا إذن يا موسى، لابد أن يعملوا وأن يعلموا أني قد عملت واجتهدت حتى كونت ثروة، فليعملوا مثلي حتى يغتنوا يا موسى. فقال لهم موسى عليه السلام: إنهم يعملون ليل نهار، ولكنك تعرف أن فرعون لا يعطيهم ما يكفيهم، لا يعطيهم إلا الفتات. فقال له قارون: وتريدني أن أعطيهم أنا؟ فقال له موسى: نعم، فلقد من الله عليك بالغنى. فقال قارون: من هو الذي من علي؟ الله؟ أتريد أن تقول لي إن الله هو من أعطاني كل هذا الذهب والمال وهو من أغناني؟ هيهات هيهات يا موسى، إنما أوتيته على علم عندي يا موسى. فقال له موسى عليه السلام: يا قارون، إن الله عز وجل يعطي كل شيء وهو صاحب العلم والفضل. فقال له قارون: يا موسى، اعلم أن الذهب ذهبي، وإنما أوتيته على علم عندي، ليس لله يد في هذا. نعوذ بالله من هذه الكلمات، سبحان الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى مخبرا لنا عن مقولة هذا المتكبر بغير الحق: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أوتيته لميزة عندي ولا لأحد علي فضل في هذا المال وهذه الكنوز. واسمع يا موسى، إذا كنت تقول إنك نبي وهذه فقط لأنك اتبعك الفقراء والمساكين والمستضعفون من بني إسرائيل، وتظن أنك تتفضل علينا بنبوتك المزعومة وأن الله فضلك علينا بالنبوة، فإن الله فضلني أنا عليك يا موسى وعلى الناس أجمعين بالمال والثراء، فأنا عابد بني إسرائيل وقد فضلني الله عليك، وإنما أنا فيه الآن لعلم أنا أستحقه، وإني أهل له، ولولا أني مميز لدى الله ومقرب إليه ولي حظي عنده لما أعطاني ما أعطاني يا موسى. ثم تجبر قارون وسلط الله عز وجل عليه نفسه الطاغية المتكبرة، فقال لموسى: يا موسى، إني أتحداك الآن أمام الناس كلها، فإن كنت نبيا حقا كما تزعم تدعو علي وأدعو أنا عليك، وعندها نرى من منا أحق بالفضل. وللأمانة مشاهدين لم نقف على صحة هذه الرواية، ويبدو أنها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، وتقول نفس الرواية: فقال له موسى عليه السلام: لك ما تريد يا قارون، تدعو أو أدعو؟ فقال: أدعو أنا. قال: أدعو. فدعا قارون فلم يجب في موسى شيء، فقال موسى عليه السلام: أدعو؟ قال: نعم أدعو. تقول الرواية: فقال موسى عليه السلام: اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم. فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض خذيهم. فاضطربت داره وساخت بقارون، فأخذتهم حتى بلغوا الصدور، فأخذتهم إلى أقدامهم ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى عليه السلام بيده فقال: اذهبوا بني لاوي. فاستوت بهم الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض،
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ولما حل بقارون ما حل من الخصف وذهاب الأموال وخراب الديار وهلاك النفس والأهل والعقار، ندم من كان تمنى بالأمس مثل ما أوتي قارون، وشكر الله عز وجل الذي يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير. وكان الذين يتمنون مال قارون وسلطانه وحظه في الدنيا يقولون: إن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع عليهم أو يقبض ذلك عنهم، فالحمد لله أمن علينا فحفظنا من الخسف والعذاب. وإلى هنا يسدل الستار على قصة قارون في القرآن الكريم. وثالث الأشخاص الغامضين الذين كان لهم أحداث وقصص مع نبي الله موسى عليه السلام هو الخضر عليه السلام. قصة الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام تبدأ القصة عندما قام موسى خطيبا في بني إسرائيل يدعوهم إلى الله ويحدثهم عن الحق، ويبدو أن حديثه جاء جامعا مانعا رائعا. أعجب الناس بعلم وفصاحة نبي الله موسى عليه السلام. وبعد أن انتهى موسى عليه السلام من خطابه، سأله أحد المستمعين من بني إسرائيل قائلا: يا نبي الله، هل هناك أحد على وجه الأرض أعلم منك؟ فاندفع موسى قائلا: لا، أنا أعلم من في الأرض. هنا ظن موسى عليه السلام لكونه رسول رب العالمين أنه أعلم أهل الأرض، فأجابه بهذا القول. وكان من الأولى بسيدنا موسى عليه السلام أن يقول: الله أعلم، لأن مبلغ علم الرسل والأنبياء لا يبلغ أن يحيط بكل شيء، فالإحاطة بالعلم كله من صفات الله عز وجل وحده لا شريك له. فساق الله تعالى عتابه لموسى حين لم يرد العلم إليه، فبعث إليه جبريل يسأله: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله علمه؟ أدرك موسى هنا أنه تسرع في قوله لكلامه هذا، واستغفر ربه على هذا الذنب. وعاد جبريل عليه السلام يقول له: يا موسى، إن لله عبدا بمجمع البحرين هو على علم لا تعلمه أنت، وهو أعلم منك يا موسى. وهنا يتفاجأ موسى بهذا القول: أن يكون هناك من هو أعلم مني وأنا لا أعرف عنه شيئا؟ فتاقت نفس موسى الكريمة إلى زيادة العلم، فأخذ موسى يسأل ربه عن هذا العبد الذي يعلم ما لا يعلمه، وكيف السبيل إليه ليتعلم منه. وانعقدت نيته، أي نية موسى عليه السلام، على الرحيل لمصاحبة هذا العبد العالم والتعلم منه. فسأل الله عز وجل كيف السبيل إليه، فأمر أن يرحل وأن يحمل معه حوتا في مكتل، أي سمكة كبيرة في سلة، وأن تكون هذه السمكة من دون حياة، أي لا روح فيها، وأن يرحل إلى مجمع البحرين. والأقوال في تحديد مكان مجمع البحرين كثيرة، وليس لنا فائدة من ذكرها هنا، وليس هناك دليل معتمد بها. وقال: عندما تجد المكان الذي ترتد فيه الحياة لهذا الحوت ستجد هذا العبد العالم في هذا المكان. فقرر موسى عليه السلام أن يسير إلى مجمع البحرين للقاء هذا الرجل. انطلق موسى ومعه فتى، وقد حمل الفتى حوتا في سلة، وليست لديهما أي علامة على المكان الذي يوجد فيه هذا الرجل الصالح، إلا معجزة ارتداد الحياة للسمكة القابعة في السلة وتسربها إلى البحر. وبين الله لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وها هنا يظهر عزم موسى عليه السلام على العثور على هذا العبد العالم، ولو اضطره الأمر إلى أن يسير أحقابا وأحقابا، وقيل إن الحقب عام وقيل 80 عاما. على أي حال، فهو تعبير عن تصميم موسى عليه السلام، حتى ولو أضاع عمره كله في البحث، لا عن المدة على وجه التحديد. وصل موسى وفتاه إلى صخرة بجوار البحر، رقد موسى واستسلم من شدة التعب إلى النعاس، وبقي الفتى ساهرا. وخلال جلوس الفتى ألقت الرياح إحدى الأمواج على الشاطئ، فأصاب الحوت بعض من رذاذ هذه الأمواج، فدبت فيه الحياة وقفز إلى البحر.
قال الله تعالى في سورة الكهف: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان تسرب الحوت إلى البحر علامة أعلم الله بها موسى لتحديد مكان لقائه بالرجل الحكيم الذي جاء موسى يتعلم منه. وبعد النوم استيقظ موسى ولم يلاحظ موسى أن الحوت تسرب إلى البحر، ونسي يوشع أن يخبر سيدنا موسى بما حدث وبأنهما قد فقد السمكة وأن هذا هو المكان الصحيح للقاء العبد الصالح. وسار موسى مع فتاه بقية يومهما وليلتهما وقد نسيا حوتهما. ثم تذكر موسى غداءه وحل عليه التعب، فقال موسى لفتاه: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يا فتى أحضر الغداء حتى نأكل، لقد تعبنا من هذا السفر الطويل. عند ذلك تذكر الفتى كيف تسرب الحوت إلى البحر، وقال الفتى لموسى عليه السلام: أتدري عندما كنت نائما عند تلك الصخرة أصاب الحوت بعضا من ماء البحر فدبت فيه الحياة وأخذ طريقه في البحر عجبا، وكأنه طير يتلوى على الرمال. واعتذر يوشع بقوله إن الشيطان أنساه أن يذكره هذا. قال تعالى: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فسعد موسى من مروق الحوت إلى البحر وقال لفتاه: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. قال موسى: يا فتى هذا ما كنا نريد، إن تسرب هذا الحوت يحدد المكان الذي سنلتقي فيه بالرجل العالم. فيرتد موسى وفتاه سريعا يقتصان أثرهما عائدين ليلتقيا بهذا الرجل الذي لقيا نصبا في البحث عنه. وأخيرا وصل موسى إلى الصخرة التي نام عليها وتسرب عندها الحوت من السلة إلى البحر، وهناك وجد شيئا غريبا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قد وجد شيخا كبيرا مستلقيا على الأرض مغطى بعباءة من رجليه حتى رأسه وقد اخضرت الأرض من حوله. وجد موسى هذا الرجل نائما فلم يرد أن يوقظه، وانتظر موسى حتى استيقظ وقال له موسى: السلام عليكم. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، أي كيف تعرف السلام في هذا الأرض التي لا يعرف فيها أحد السلام؟ ويسأل الخضر موسى: من أنت؟ فقال موسى: أنا موسى. قال الخضر: موسى بني إسرائيل، عليك السلام يا نبي إسرائيل. قال موسى مندهشا: نعم، وما أدراك بي؟ فأنت لم ترني من قبل. قال الخضر: أدراني بك من أدراك بي ودلك علي. فماذا تريد يا موسى؟ فعلم موسى أن هذا الرجل هو من يبحث عنه، الرجل الذي لديه علم لا يعلمه موسى. فقال موسى ملاطفا مبالغا في التوقير: يا أيها الخضر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر: يا موسى، أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال الخضر لموسى: يا موسى، إن لي علما أنت تجهله ولن تطيق عليه صبرا، لأن الظواهر التي ستحكم بها على علمي لن تشفي قلبك ولن تعطيك تفسيرا، وربما رأيت يا موسى في تصرفاتي ما لا تفهم له سببا أو تدري له علة، فإذا لن تصبر على علمي يا موسى. فتحمل موسى كلمات الصد القاسية من الخضر الذي يعلم أن موسى مندفع في تصرفاته وأقواله ولن يصبر على أفعال الخضر التي لا يفهمها. وعاد موسى يقول: أرجوك اسمح لي بمصاحبتك والتعلم منك،
وقال له موسى: ولن أخالف ما تقول في أي شيء. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال الخضر لموسى عليهما السلام: إذن لكي أصطحبك معي يا موسى، هناك شرط أشترطه لقبولك حتى تكون معي وتتعلم مني، وهو ألا تسألني عن أي شيء حتى أحدثك أنا عنه. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وكان هذا الشرط الوحيد للخضر حتى يصطحب موسى معه في رحلته. قال موسى: هذا شرط بسيط، أنا موافق على هذا الشرط. وافق موسى على الشرط وانطلقا. ثم جعل موسى عليه السلام يوشع يرجع إلى قومه، وبدأت الرحلة الشهيرة بين كليم الله والخضر. انطلق موسى مع معلمه الخضر يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة، فطلب الخضر وموسى من أصحابها أن يحملوهما معهما. فعرف أصحاب السفينة الخضر فقالوا: عبد الله الصالح. فحملوه وحملوا موسى من دون أجر إكراما للخضر. وفوجئ موسى أن أول ما يراه من الخضر حين رست السفينة وغادرها أصحابها وركابها أنه أمسك بفأس وعمد إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فأخذ موسى اللوح ليحاول سد الفجوة التي صنعها الخضر، وسأله: أخرقتها لتغرق أهلها؟ هنا يستنكر موسى أفعال الخضر، وقال له: لقد حملنا أصحاب السفينة من غير أجر إكراما لك، وها أنت ذا تخرق سفينتهم وتفسدها. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. كان التصرف من وجهة نظر موسى معيبا، وغلبت طبيعة موسى المندفعة عليه كما حركته غيرته على الحق، فاندفع يحدث أستاذه ومعلمه وقد نسي شرطه الذي اشترطه عليه. فقال الخضر: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا يلفت العبد الرباني نظر موسى إلى عبث محاولة التعليم منه، لأنه لن يستطيع الصبر عليه، ويعتذر موسى بالنسيان ويرجوه ألا يؤاخذه وألا يرهقه من أمره عسرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. سارا مرة أخرى معا حتى وصل إلى قرية بها غلمان يلعبون، فأخذ الخضر يحدق في غلام بعينه كثيرة، وكان غلاما مشاغبا يؤذي الأطفال الآخرين ويجلب لأبيه ولأمه المشاكل ويرهقهما بطلباته الكثيرة. وبعد أن انتهى الأطفال من اللعب استفرد الخضر بالطفل وقتله، فاستنكر موسى هذا الفعل أيضا، وقال موسى للخضر: أقتلت نفسا ذكية بغير حق؟ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فعاد الخضر حديثه لموسى مرة أخرى وقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فربط سيدنا موسى نفسه بكلمة، وهو أنه إذا سأله عن شيء بعدها سيكون من حقه أن يفارقه. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ومضى موسى مع الخضر مرة أخرى، فدخل قرية بخيلة، لا يعرف موسى لماذا ذهب إلى هذه القرية، ولا يعرف لماذا يبيتان فيها، وقد كان نفد ما معهما من الطعام، فاستطعما أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما، وجاء عليهما المساء، وأوى الاثنان إلى خلاء فيه جدار يريد أن ينقض، جدار يتهاوى ويكاد أن يهم بالسقوط، وفوجئ موسى بأن الخضر ينهض ليقضي الليل كله في إصلاح الجدار وبنائه من جديد. ويندهش موسى من تصرف رفيقه ومعلمه، ويقول إن أهل هذه القرية البخيلة
لا يستحق من فيها هذا العمل المجاني. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له موسى هذا، وبهذا القول وفي هذه اللحظة انتهى الأمر وتنتهي الرحلة مع الرجل الصالح العالم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال عبد الله لموسى: كان شرطي يا موسى ألا تسألني عن شيء حتى أحدثك عنه، وأنت قبلت هذا الشرط يا موسى. لقد حذر العبد الرباني موسى من مغبة السؤال، وجاء دور التفسير الآن. ثم بدأ الخضر تفسير ما لم يستطع سيدنا موسى عليه السلام فهمه، وقال: فأما السفينة فكان ينتظرها ملك ظالم يستولي على كل السفن غير المعيبة، وأهل السفينة قوم مساكين، وإذا استولى الملك على السفينة سيهلك أهلها، فأراد أن يعيبها الخضر حتى لا تؤخذ منهم السفينة، وهو على علم بأنهم يستطيعون إصلاحها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما عن قتل الغلام يا موسى، إن الله أوحى إلي أنه إذا كبر هذا الطفل سيرهق أبويه كفرا وطغيانا، فإذا مات وهو صغير لن يكتب عليه ذنبه، فكان هذا رحمة للطفل ولوالديه، وأخبره الله أنه سيعوض والديه بولد صالح. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما عن الجدار الذي أقامه دون مقابل، فهذه القرية بها غلامان يتيمان، جمع والدهما نقودا وأراد ألا يعرف عنها أحد شيئا، فخبأها أسفل هذا الجدار، وإذا انهار الجدار عرف أهل القرية وضاع حق الغلامين، ولكن الله أراد أن يكبر ويحصل على كنز والدهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ثم ينفض الرجل الصالح يده من الأمر ويقول: هذا رحمة الله التي اقتضت هذا التصرف، وهو أمر الله لا أمره، ووجهة التصرف فيها إلى الله، ذلك بما أطلعه عليه من غيبه. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. واختفى هذا العبد الصالح، وقد مضى في المجهول كما خرج من المجهول. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد، واترك في التعليق اسم الموضوع الذي تريده معنا في الحلقة القادمة، وشاهد هذا الفيديو الذي يحكي عن